إخواني تحية لكم، اللهم ارفع الوباء يا رب الأرباب يا معتق الرقاب. إخواني رغم المكبر الصوت، رغم النداءات، ولكن للظروف أحكام هذه الحقيقة. فهاد السابقة من نوعها تنشوف مئات المواطنين رغم كل التدابير، ولكن أن ساكنة الجبل عندها هذا النهار أخي المتتبع اللي خصها تجي باش تقضى. كنشوفوا العالم كله إخواني تيحاول يوعي الشعب باش بالدخول، ولكن قلوبنا دائما مع ساكنة الجبل. غادي نحاولوا إخواني نشوفوا كيف تفاعلت ساكنة الجبل، لأن السوق الوحيد اللي عندها هو هذا السوق ديال مريرت. تنشوف الوزير الصحة المغربي يؤكد أن كاين إحصائيات مخيفة، ولكن أخي المتتبع غادي نحاولوا ندخلوا للسوق، غادي نلقاو آلاف ديال المواطنين فما علينا إلا الدعاء الله سبحانه وتعالى باش يهز الوباء. أما إلا جينا باش نشوفوا الإحصائيات إخواني راها كتخلع، الواقع تيخلع، مول الصنك واقف هو في الباب السوق مازال تيشد الصنك، مازال السوق كاين. تحية ليهم حتى هما سيدي، والله يحسن العوان لأي واحد. ناس هي كي تتجرى إخواني، غادي نحاولوا ندخلوا ونقربوكم للواقع ديال سوق من الأسواق ديال ساكنة الجبل. قلوبنا مع هاد الناس، لكن إخواني راه إلا ما شراش مسكين اليوم راه ما ولادو ما ياكلوش كاع، ما غايش يدخلو من لقمة العيش. راه كاين ناس دابا اللي راه ما في خبارو ولا كورونا ولا بأن كاين شي مرض، كاين ناس اللي خاضية هاد المشكل هذا باستهزاء ولا باستهتار. إخواني كنشوفوا بأن 75% من السوق ما حاضرش، ولكن كاين مئات ديال المواطنين. غادي نمشيو نشوفوا بالصوت والصورة أخي الأثمنة المهولة اللي بلغ إلى علمنا اللي راها في هاد السوق، أثمنة اللي استغلوها البعض، استغلوا هاد الوباء إخواني. والإشارة راه سياسيين هنا بالمنطقة واستغلوا هاد الوباء، حيث تم ضبط سياسي بإقليم خنيفرة البارح من طرف قائدة ديال المقاطعة في خنيفرة، هو حل القهوة ديالو. وكأن هذا المرض إخواني نتكلم عن نهضروا على شي حاجة اللي ما كايناش، فكيف لسياسي بإقليم خنيفرة سياسي أنه باش يستغل حتى هو المعاناة؟ هذا سوق يا إخواني من الأسواق، وكأننا تنهضروا إخواني أخي الكريم غلبان الآن الله يحسن العوان. غير تنشوفوا دابا حنا تنقلوا أخي الواقع، وتنشوفوا الخطورة هاد الوباء، وتنشوفوا بأن هاد الناس عاودي لا ما تسوقش اليوم ما قانوش يتسوق. ولو واحد دير كمامة، ولو واحد بعد على الآخر بخمسة متر ولا ستة، مشكلة في البوادي، مشكلة. هنا رخص الهيئات المجتمع المدني تدخل على الخط وتحاول نوصلوا المؤونة لهاد الناس، لأنها هو هكذا يعني الصورة تتكلم يا أخي، الصورة تتكلم. اوف اجي عندنا الله يرحم الوالدين الايت بوخيو. كان اخواني والله انا في كل صراحه الا جيت تشوف الخطوره تاع هاد تاع هاد تاع هاد الوباء كارثه اللي اهتزلها العالم. شوفوا الواقع المعاش وخاصه المحن ديال هاد الساكنه. انت كتشوف بان اش غادي تطاكي دابا الدوله، شنو غادي تطاكي؟ حالة وحدة إلا دارت في وسط هاد السوق كيدير ضبطها، حالة وحدة يا أخي إلا دارت في هاد السوق كيدير باش ضبطها. تنشوفوا حاضر تجول، تنشوفوا مكبرات الصوت، الدولة دارت اللي عليها، الدولة حسات،
حاولت دير الاجراءات ديالها، ما قالت حتى حاجه. قالت اخي المواطن دخل لدارك، خلينا نديرو خدمتنا، ما حد ما حد العدد ما كثرش. ولكن اخي المواطن، ها انت كتشوف هادو برامج اللي تنحاولوا نديروها كقناه شوف تي في بالصوت والصوره كارضيه، باش يعرفوا حتى المسؤولين الواقع، وخاصه هنا بالمغرب العميق. الله يحفظ هاد الناس، الله يحفظهم. هادشي دعاءكم يا اخواني، دعواتكم يا اخواني. الى جيتي تشوفها يا اخي ما خصوش يخرج، الوباء تيدور. تجي تهضر معايا يقول لك اش غادي ياكلوا الدراري، انا راني ساكن مور داك الجبل، ما عارفش بان يقدر دابا يتعادى ويدي الفيروس لولادو ويشت الدار ويشت عائلته وقبيلته. ولكن اش غادي يدير مسكين عاوتاني الا ما دخل ما خرجش. ما تسوقش يا اخي. اسعار اخواني ديال الخضر اللي عرفات واحد الصاروخيه بلا حنانه بلا رحمه. اوف، غادي نحاولوا نهبطوا معكم خوتي ونضربوا دوره في السوق. شوفوا الاسعيره، شوفوا التسعيره، غنشوفوا التسعيره اخواني. ولكن ماشي التسعيره هي اللي كنشوف، كتشوف ناس مساكن واحد غادي يجلب واحد